دينا رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وطبعا عارفين ان كل يوم حد بيكون معانا فقرة اقتصادية. النهاردة هيشرفنا في الاستوديو استاذ ايهاب سعيد خبير الاوراق المالية، وهنتكلم عن تأثير اخر الاحداث على الاقتصاد المصري. اكيد كل حاجة البلد بتمر بيها يعني بتؤثر بالايجاب او بالسلب على الاقتصاد. النهاردة هنتكلم هنشوف الاحداث بما اثرت على الاقتصاد في هذا الاسبوع. صباح الخير يا فندم ومنورنا في نهارك سعيد، اهلا وسهلا بحضرتك. عايزين نعرف تاثير الاحداث الاخيره على سير البورصه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه حتى يعني لحد يوم الخميس ما كانش فيه طبعا احداث، وبالتالي ما كانش فيه اي تاثيرات سلبيه. يمكن كان مع ذكرى يناير 25 يناير الاسبوع الماضي كان ظهرت برضو بعض التوترات والاضطرابات والاحداث السلبيه، لكن كان هناك اخبار ايجابيه الحقيقه طغت على الاخبار السلبيه، وبالتالي البورصه صعدت بشكل جيد وجابت اعلى مستوى سعري من 6 سنين ونصف، او تحديدا من يونيو 2008 كمؤشر اي جي اكس 30 اللي هو بيقيس اداء الاسهم القياديه، وصل الى اعلى مستوى سعري ليه عند 9978 نقطه. صحيح ما اغلقش عنده، لكن يعني بشكل عام كان الاداء مميز جدا واداء ايجابي جدا، خاصة فيما يتعلق بالأسهم القيادية صاحبة الوزن النسبي العالي على مؤشر اي جي اكس 30. طبعا ما فيش شك ان بعد الأعمال الإرهابية المؤسفة اللي حصلت خلال عطلة نهاية الأسبوع، ما فيش شك طبعا ان احنا هيبقى في بعض التراجعات مع بداية جلسة النهاردة. ويعني الحقيقة كان بدأ يظهر من يوم الخميس الماضي ان ممكن يظهر بعض عمليات جني الأرباح، ما فيش شك هتتواكب معها الاحداث ديت وهتاثر بشكل اكيد على اداء السوق وتخليه يتراجع، لكن اتصور ان هو سرعان ما يعني يستوعب هذه الاحداث وهيعاود صعوده مره ثانيه، لان خلاص البورصه بدات الى حد ما يعني ما بتتاثرش بشكل كبير قوي بالاحداث السلبيه اللي من هذا النوع. طيب عايزين نتكلم على الاحداث السياسيه عموما وسيرها على الاقتصاد وعلى عجله الانتاج في مصر. يعني ما يعني اعتقد ان الامور مختلفه تماما. يمكن يعني قلنا قبل كده في حلقات سابقه ان الاقتصاد المصري بشكل عام بدا يظهر تعافي كبير، ويمكن ده مش كلام حتى اللي موجودين في مصر بس، لكن ده كلام مؤسسات دوليه وعالميه. اذا كان مؤسسه فيتش او مورجان ستانلي كلهم اظهروا تقارير ايجابيه جدا على الاقتصاد المصري، او مش يعني مش عايز اقول ايجابيه جدا، ولكن الى حد ما تحسن كبير عما كنا عليه. معدل نمو يعني صحيح هو مش معبر قوي عن الأوضاع بشكل عام خلال الربع الأخير حوالي 6%، لكن بشكل عام ده إيجابي بيقول إن احنا بنتحرك في للأمام، والاقتصاد المصري بيخرج من الأزمة اللي كان بيتعرض لها على مدار الأربع سنوات الماضية، مش بس في العامين اللي فاتوا، لا على الأربع سنين اللي فاتوا تراجع في كل شيء. فطبيعي جدا إن بعد زي ما حضرتك عارفة سهل قوي إنك تهدي شيء، لكن صعب إن احنا نبنيه مرة ثانية، وبالتالي دي مسألة هتاخد وقت. أكيد. لكن أعتقد يعني أن احنا ماشيين في الطريق الصح، وأن الأمور بإذن الله هتتحسن في ظل أن هناك إرادة حقيقية سواء من أعلى سلطة في الدولة إلى أقل رجل في الشارع أن احنا نتخطى هذه الأزمة. أنا بتكلم طبعا على الأزمة الاقتصادية بشكل عام، مش بس الأوضاع الأمنية أو السياسية. وطالما الرغبة موجودة، وزي ما الرئيس قال في خطابه الأخير أن طالما الرغبة موجودة عند الناس يبقى بالتأكيد هنمر من هذه الأزمة. نتكلم دلوقتي على المؤتمر الاقتصادي، وهيكون إيه تأثيره الفترة اللي جاية على الاقتصاد في مصر؟ يعني شوفي حضرتك في نقطة مهمة جدا متعلقة بهذا المؤتمر. الاقتصاد في أي دولة عشان يجيب استثمارات عشان نجذب استثمارات ما هوش محتاج يعمل مؤتمرات اقتصادية. يعني أي دولة علشان تعمل تجذب الاستثمارات إليها مش محتاجة أو مش في حاجة إن هي تعمل مؤتمر اقتصادي. بس في الظروف اللي احنا فيها يعني احنا محتاجين. هقول لحضرتك علشان الجميع ما يعولش بشكل كبير قوي على مسألة ان المؤتمر الاقتصادي هو الحل للخروج من الأزمة اللي احنا فيها. الاستثمارات هتيجي تباعا طالما في اصلاحات وطالما في رغبة حقيقية من جانب الحكومة ومن جانب مجلس الشعب اللي هيجي بكل تأكيد ومن جانب الشعب نفسه. طالما هناك رغبة في ان الاستثمارات هتعود يبقى هتعود حتى ولو ما عادتش فورا بعد هذا المؤتمر الاقتصادي. المهم الاصلاحات الاقتصادية اللي بتتم، والمهم الاصلاحات الاقتصادية اللي حصلت. فعلشان البعض شايف ان يعني محاولة الجماعات الارهابية اللي هي بتحاول تعمله دلوقتي لضرب عملية المؤتمر الاقتصادي، ما هوش المؤتمر الاقتصادي اللي هيجيب لك الاستثمار، ده اللي انا عايز اوصله. ان طالما بتعمل اصلاحات هيبقى الاستثمار كده كده هيجي هيجي.
ما جاش بعد المؤتمر ده هيجي خلال الفترة اللي جاية. المهم هو الإصلاح اللي احنا بنعمله. أكيد. المهم هو التحركات الإيجابية اللي احنا بنعملها سواء في الموازنة العامة للدولة أو في قوانين المحفزة للاستثمار والتعديلات اللي بتتم مؤخرا، كل ده مفيش شك هيؤدي إلى عودة الاستثمارات لمصر مرة تانية، بالإضافة طبعا للمؤتمر اللي احنا كلنا منتظرينه واللي كلنا بنأمل ان هو يكون يعني نقلة نوعية للاقتصاد المصري بإذن الله. يعني هننتظر إن شاء الله بعد المؤتمر مزيد من الاستثمارات وارتفاع ودوران عجلة الإنتاج مرة تانية في مصر؟ أعتقد، وإن شاء الله زي ما قلت لحضرتك حتى لو ما كانش فيه أعقاب المؤتمر مباشرة، أو يعني المؤتمر ما أظهرش بشكل سريع التحسن اللي الناس متوقعة، طالما الإصلاحات موجودة طالما النية موجودة يبقى لازم الاستثمارات هتيجي تباعا. إن حتى يعني في بعضها بدأ يحصل بالفعل، لو احنا بصينا على أعداد الشركات اللي خلال عام 2014 اللي بدأت تنشأ، وفي مصانع كتير كانت أغلقت وبدأت تفتح مرة تانية، وأداء السوق، كل دي مؤشرات على إن هناك إصلاح. فهي الفكرة مش المؤتمر، أو يعني الفكرة مش هو الهدف، ده مجرد وسيلة علشان نوصل للغاية الأهم اللي هي تحسين معدلات الاستثمار مرة تانية في مصر. طيب، في عندنا خبر من البنك الدولي بيقول تراجع النفط سيقلص العجز المالي في موازنة مصر، يا ريت حضرتك تشرح لنا الخبر. هو ببساطة شديدة ان الموازنة العامة للدولة كانت معمولة على أسعار نفط مختلفة تماما. البرميل كان بحوالي 100 دولار، من 90 إلى 100 دولار إذا كنا بنتكلم على نايمكس اللي هو الخام الأمريكي يعني، و110 دولار لخام برنت اللي هو مزيج الخام الأوروبي. لكن طبعا مع التراجع الكبير اللي حصل في أسعار النفط ما فيش شك أن في الموازنة القادمة ده هيؤدي إلى توفير جزء كبير من المبالغ المخصصة للدعم، حوالي 30 مليار جنيه تقريبا، بسبب الفارق اللي حصل في انخفاض سعر النفط. بالإضافة إلى أن الحكومة ماشية في خطة، المفترض ان هي خطه لخمس سنوات لرفع الدعم بشكل كامل عن الطاقه. اعتقد ان التراجع اللي حصل مؤخرا في اسعار النفط ممكن يدي مساحه للحكومه بحيث ان هي تتحرك بشكل اكثر حريه، علشان خاطر يعني ما تبقاش مزنوقه قوي في الضغط اكثر على اسعار النفط، لانه تراجع 50%. يعني الوقود مثلا في اوروبا مثلا كان ب 1.7 يورو او ب 1.6، دلوقتي نزل الى اقل من 1 يورو. وبالتالي الدعم اللي كانت بتدعم بيه الحكومه اسعار الطاقه ده هيقل بشكل كبير، فما فيش شك ده هيعود بالايجاب على اسعار موازنه العام القادم، شريطه ان الاسعار تبقى كما هي، يعني مش ان هي ترتفع ترجع 100 دولار تاني، او ان هي تحوم حول المستويات الحاليه. وان كان يعني وزير البترول قال مؤخرا ان هناك قطاعات عندها عجز اصلا، وبالتالي هذا الخفض هيوجه لسداد العجز لهذه القطاعات، لكن برضو اعتقد ان هو هيكون فيه يعني وفر، ولكن مش بالشكل الكبير قوي، خاصة زي ما حضرتك عارفة ان احنا عندنا عجز جامد قوي في مسألة الطاقة على مدار السنتين اللي فاتوا يعني. طيب، بالنسبة للدولار عمال يرتفع كل يوم، ويعني مش ثابت لسه وما بدأش ينزل مرة تانية، ليه؟ ايه السبب؟ لا، دي سياسة بينتهجها المركزي دلوقتي في الوقت الحالي، ويمكن يعني اتكلمنا فيها اكتر من مره، ولكن ما فيش مشكله نعيدها تاني. المساله ببساطه ان هناك سعرين للعمله، سعر في السوق الموازي وسعر في السوق الرسمي. مظبوط. اي استثمار هيجي ما بيتعاملش غير بالرسمي، يتعامل بسعر البنك، سعر البنك، وبالتالي مش هيبقى مرحب اطلاقا ان هناك تغيير لسعر صرف، او ما فيش دوله في الدنيا فيها سعرين للصرف الا في الدول اللي هي الاشتراكيه القديمه، واللي هي فيها نوع من الديكتاتوريه، يعني اللي هي بتاخد قرارات تعسفيه، وبالتالي بيكون دايما هناك اسعار رسميه واسعار غير رسميه. فالكلام ده مش المفروض انه يكون عندنا في الوقت الحالي، وعلى هذا الاساس البنك المركزي على طول انتهج السياسه اللي بينتهجها دي، بان هو يقلل الفجوه ما بين السعر الموازي والسعر الرسمي، بانه بيبتدي يتحرك في اسعار السوق الرسميه لتقترب من الاسعار السوق الموازي. الاسعار السوق الموازي مش هتظل ترتفع، لان لو حضرتك رحت للبنك وبدات تغيري عمله وبدات تاخدي دولار وبتشتري عادي من البنك، خلاص مش هيكون هناك اي داعي للسوق الموازي، فهنلاقي يحصل فيه نوع من التوازن. يعني اللي فوق ده يرجع شويه واللي تحت ده يطلع شويه، وبالتالي يحصل نقطه تعادل بالنسبه لسعر الدولار، ويبقى هو ده المستوى اللي تبتدي الاسعار تتحرك تباعا تبع لحركه السوق وحركه الاستثمار
اللي جاية. يعني لو في استثمارات جت خلال الفترة اللي جاية الأسعار دي هتبتدي تتراجع سواء في السوق الرسمي أو السوق الموازي، لأن وجود سعرين دي مشكلة كبيرة جدا وأزمة ممكن تعوق استثمارات كتيرة تيجي في مصر. أما مسألة التضخم والناس اللي هي بتتكلم فيها كتير قوي وخايفة منها، يعني مسألة ارتفاع معدلات التضخم، التضخم أساسا محسوب على الأسعار السوق الموازية. يعني البنك أصلا أو البنوك ما بتوفيش للمستوردين العملة الصعبة فبيتجهوا اللي يجيبوها من السوق السوداء ويبتدي يستورد من بره، فحاسب هامش الربح بتاعه على أسعار السوق الموازية، فمش هيحصل ارتفاع كبير قوي في أسعار السوق الموازية، ومن ثم مش هيحصل ارتفاع كبير قوي في الأسعار السلع زي ما الناس متخوفة أو خايفة كده. تمام. في خبر تاني معانا برضو وهو عن فتح باب الترشح لانتخابات البرلمان في 8 فبراير. الانتخابات هتأثر بإيه بقى في النهوض برضو بحال البلد، وهتأثر بإيه في الاستقرار، والاستقرار طبعا بيأثر في الاقتصاد وفي كل شيء. واحنا كنا بنتمنى ان الانتخابات تنتهي قبل المؤتمر على اعتبار، وده كان الغرض على فكرة، يعني وده كان الهدف الأساسي عند الحكومة وعند النظام بشكل عام خلال الفترة اللي فاتت، لكن طبعا بسبب يعني بعض المواعيد وتضارب المواعيد هو اللي حصل ان الانتخابات هتكون في اعقاب المؤتمر. لكن بشكل عام اعتقد يعني ان مسألة الانتخابات ومجلس الشعب ما فيش شك هيكون له اثر ايجابي. صحيح اثناء الانتخابات ممكن يعني يبقى في بعض الاضطرابات او ما شابه كما هي عادة الانتخابات يعني، لكن ما اعتقدش انها هتبقى برضو بالشكل اللي ممكن يعوق عملية الانتاج او بشكل عام يعني الوضع الاستثمار في مصر، وانما هيكون محفز اكبر، لان هو ده الجزء المتبقي من خريطه الطريق. انت عارفه حضرتك ان احنا على مدار الاربع سنين ما كانش عندنا الثلاثه مع بعض ولا مره، رئيس جمهوريه ودستور ومجلس الشعب. مزبوط. كان دايما بيبقى في حاجه وحاجه مش موجوده، او حاجتين وحاجه مش موجوده. فما يبقى عندك الثلاثه خلاص الشكل الدستوري للدوله اكتمل، وبالتالي ما بقاش في اي يبقى وقت العمل بس بقى بالظبط، ما بقاش في اي مشكله بالنسبه للي بيبص لك من بره، خلاص دوله منتظمه مستقره. تمام. فيها قوانين مستقره، وبالتالي ده مفيش شك هيكون محفز كبير قوي لاي استثمار بيفكر يجي مصر خلال الفتره اللي جايه. اكيد. طيب في خبر كمان عن المركزي، بيع اذون خزينه ب 7 مليارات جنيه. يعني طبيعي، يعني ده يعني دي امور بتحدث دائما على اعتبار ان البنك المركزي يعني هو اكبر مقترض من البنوك عن طريق هذه الاذون لسداد عجز الموازنه، فما هوش خبر غريب او حاجه، دايما بيحصل خلال كل فتره ان بنلاقي طروحات جديده في اذون الخزانه على اعتبار ان هو ده الاداه الوحيده اللي موجوده في الوقت الحالي لسداد عجز الموازنه، وان كان يعني بعد التصنيفات الائتمانيه الجيده والتقارير الاقتصاديه اصبح من الممكن ان احنا نقلل الضغط شويه عن البنوك الداخليه او عن الاقتراض الداخلي ويتم التوجه للاقتراض الخارجي مره ثانيه بعد ما بدا الاقتصاد المصري يبدي مظاهر للتحسن، وبعد الرؤيه برضه حتى من الخارج اتغيرت، وما اعتقدش حتى ان الاحداث اللي بتحصل دي او الاحداث الارهابيه ممكن تغير يعني من رؤيه الناس بره. احنا لسه شايفين فرنسا كان فيها ايه، والدنيا كانت مقلوبه هناك، ويعني والامور ما حصلش فيها اي مشكله ولا البورصات عندهم انهارت ولا الاقتصاد توقف. فالمساله على مستوى العالم بقى امر واقع، وجود الارهاب بقى امر واقع والجميع بقى بيتعايش معاه. مظبوط. فبالتالي ما اعتقدش ان ده هيكون له اثر كبير قوي، ومش لازم نتخوف منه قوي الحقيقه، ومش لازم يعني نعمل له حساب بشكل كبير قوي، ما نتكلمش عنه زياده عن اللزوم. بالظبط، يعني الموضوع بقى امر واقع، وزي ما قلت حضرتك البورصه يعني سرعان ما هتتجاوب مع الامر، وحصل قبل كده احداث مشابهه. طبعا مفيش شك ان احنا يعني في تاثير كلنا متاثرين أكيد. نفسيا من هذا الامر، لكن انا بتكلم على الاحداث الارهابيه نفسها أكيد. اللي بتتم دي اعتقد ان العالم كله بقى بيتعامل معاها على انها امر واقع وما تصورش انها ممكن يكون ليها تاثير كبير قوي على نجاح المؤتمر الاقتصادي باذن الله خلال الفتره اللي جايه. اكيد باذن الله. الفتره اللي جايه زي ما قلنا ان هيكون في انتخابات ان شاء الله، ايه المنتظر من المخطط الاقتصادي للناخبين؟ يعني لو حضرتك بتقصدي ان الناخب يكون هو ايه المطالب بتاعته، يعني اعتقد ان هيكون دور الناخب يعني هيكون ايه في الخطط بتاعته، مخططين لايه يعني لارتفاع الاقتصاد؟ يعني اعتقد ان هو هيبقى هدفه الاساسي ان يبقى في استقرار اقتصادي، في ثبات في الاسعار، حتى مش بس مش مهم ان الاسعار تتراجع، لكن المهم ان يبقى في ثبات في اسعار السلع بشكل عام، لان هو ده اللي بيهم رجل الشارع العادي. اللي بيهمه هو ان يبقى مستوى المعيشه جيد، في شغل، في حركه في الدوله، في استقرار في الاسعار، اللي هيقدر يحقق له
هذه الامور هو اللي هيبقى هو الناخب، هو المرشح الامثل بالنسبه له، مش اللي هو هيقول له كلام 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 زي كل مره ومش هينفذ له الوعود. وبرده ما اعتقدش ان دي هتبقى يعني هي الهدف الاساسي للمرشح في للناخب في الفتره اللي جايه. اللي هيكون الهدف بالنسبه له الاساسي هو عوده مصر الى ما كانت عليه من 5 سنين او من 6 سنين، يعني عوده الاستقرار الامني اهم من ان هو يفكر بشكل اقتصادي، لان كل الناس دلوقتي اللي هاممها نمره واحد الامن، ثم بيجي بعد كده الوضع الاقتصادي. لو في امن هو خلاص بقى متفاهم ان الاقتصاد اوتوماتيك هيبقى متحسن. وانا كان يعني كناخب عادي، هو ده رايي الحقيقه، يعني كمواطن عادي هو ده اللي انا هبقى بطالب بيه من اي مرشح موجود في مجلس الشعب خلال الفتره اللي جايه. اكيد. من وجهه نظر حضرتك الفتره اللي جايه محتاجه ايه؟ يعني قول لنا 1 2 3 محتاجين ايه علشان الاقتصاد فعلا يزدهر. يعني حضرتك عندك خبره كبيره في الاقتصاد، يعني من وجهه نظر حضرتك قول لنا ايه اللي المفروض. اول حاجه طبعا الاصلاحات التشريعيه، ويعني يمكن احنا خدنا صدمه كبيره في مساله قانون الاستثمار الاخير ده، وان هو رفض، ولكن هيبقى في تعديل في بعض المواد اللي موجوده في القانون السابق. اعتقد هو ده الخطوه الاساسيه والمهمه جدا، لان هي دي اللي كانت بتعوق كافه الاستثمارات سواء القديمه او الحديثه. وكان في حاجات وبدات تتحقق بالفعل على ارض الواقع، يعني مثلا زي قانون عدم جواز الطعن على العقود السابقه، ده موضوع كارثي كارثي كارثي، يعني اللي كان بيحصل ان اي حد بيروح يرفع دعوه ويهد تعاقد تم ما بين الدوله وما بين احد المستثمرين تم من 20 سنه او من 15 سنه. فلك ان تتخيلي حضرتك ان المنظر بره للناس بينظروا علينا ازاي، ان احنا بنرجع في كلامنا بعد 20 سنه بحكم قضائي. فدي مساله كانت في منتهى الخطوره، دي من ضمن الامور اللي حصلت بشكل ايجابي، يعني من ضمن الاصلاحات التشريعيه اللي انا شايفها ايجابيه جدا. يعني بشكل عام انا شايف ان التوجه اللي موجود دلوقتي توجه اصلاحي حقيقي، هناك رغبه حقيقيه من جانب الحكومه، يمكن بس بنختلف في بعض الامور زي مساله الضرائب الجديده والمنظومه الضريبيه، لكن بشكل عام الوضع العام ايجابي، وكلنا متفائلين باذن الله بان اللي جاي افضل بكتير من اللي فات. اكيد كلنا متفائلين طبعا، البلد ان شاء الله هتستقر وهنرجع احسن من زمان بجهود كل المصريين باذن الله. استاذ ايهاب سعيد خبير الاوراق الماليه، بشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهارده. شكرا لحضرتك. مشاهدينا خلصت فقرتنا وخلص كمان يومنا كله، وبكره ان شاء الله يوم جديد وفريق اعمال جديد، ونهاركم دايما سعيد.